إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء 34 من شرح كتاب الميسر في علوم القرآن، ومع الفصل 5 علوم تفسير القرآن، وها نحن قد وصلنا إلى علم الناسخ والمنسوخ. إذا أردت أن أبدأ بهذه الفائدة في تفسير قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. أيها الأحبة في الله، هذه فائدة قبل أن نبدأ في درس الليلة في علم الناسخ والمنسوخ. هذا العلم جليل القدر الذي يحتاج إليه المفسر، ويحتاج إليه الأصولي، ويحتاج إليه الفقيه. عن أي شيء نريد أن نتحدث الليلة؟ نريد أن نحقق هذه الأهداف التعليمية: ما مفهوم النسخ لغة واصطلاحا؟ ما أهمية علم الناسخ والمنسوخ وما الحكمة منه؟ ما شروط النسخ؟ ما الذي يقع به النسخ؟ ما أنواع النسخ في القرآن؟ ما طرق معرفة الناسخ والمنسوخ؟ وما أبرز مصنفاته؟ أعيروني القلوب والأسماع، وأرجو من الله عز وجل لي ولكم الفهم. ما مفهوم النسخ لغة واصطلاحا؟ لنبدأ بالمعنى اللغوي للنسخ. النسخ معنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ولا يبقي له أثرا. أو النقل، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي تكتب الملائكة ذلك في كتاب وسجل أعمال العبد، ثم نقل إلى أن يبعث العبد فيأخذ هذا الكتاب، ينقل الكتاب سجل عمله إليه مرة أخرى. النسخ اصطلاحا له معنيان. معنى لدى المتأخرين، وهو المقصود في الدراسة إذا أريد كلمة النسخ، ومعنى لدى السلف والمتقدمين. لنبدأ بالمعنى الأول على اصطلاح المتأخرين: إذ هو المراد إذا أطلقت كلمة النسخ عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المفسرين، هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. يبقى رفع حكم دليل شرعي، في دليل شرعي أو في حكم
نزل بدليل شرعي أو هذا اللفظ فقط؟ وعلى هذا ستأتي أو سيأتي بيان أنواع النسخ بدليل من الكتاب والسنة. يبقى رفع أو إزالة حكم بحكم آخر متأخر عنه، وهذا يعني هو المفهوم عقلا. يبقى في حكم سواء كان تحريم أو إباحة، فيبيح الله عز وجل الحرام أو يحرم الله عز وجل هذا الشيء الذي أبيح. يعني مثلا في أول ما شرع الله عز وجل الصيام وفرضه كان إتيان النساء ليلا لا يجوز، كان محرما، لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في نهار رمضان ولا في الليالي رمضان. طبعا في النهار هذا أمر قطعي، أيضا في الليل. فنسخه الله عز وجل وأنزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا نسخ لهذا الحكم الذي نزل أولا، وغير ذلك من الآيات ومن الصور التي سأتحدث عنها الليلة إن شاء الله. إذن النسخ إذا أريد به كعلم، هذا العلم لدى المفسرين ولدى الفقهاء ولدى الأصوليين، المتفق عليه عندهم أنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. النسخ لدى السلف والمتقدمين كان له معنى أوسع، ولذلك ينبغي الانتباه. كانوا يعني يطلقون النسخ على أكثر من معنى، وعندهم معناه رفع أي معنى في النص بنص آخر، سواء أكان كليا أو جزئيا، يعني الرفع النسخ الكلي أو الجزئي، كرفع العموم بالخصوص. يعني إذا يعني كان في شيء عام وجاء ما يخصصه، هذا عندهم نسخ. ورفع الإطلاق بالتقييد، ورفع الإجمال بالبيان، وكذلك الرفع بالاستثناء، كل هذا عندهم نسخ. كل هذا عندهم إيه؟ نسخ. فالسلف رحمهم الله كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع مسمى النسخ بلا تفرقة. لذا يحتاج المتأمل في كلامهم إلى إعمال النظر فيه ومعرفة أي أنواع النسخ مرادهم. من أمثلة ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، الآية في سورة الإسراء. قال: إنه ناسخ لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، الآية في سورة الشورى. قال الإمام العلم الشاطبي رحمه الله، وهو فقيه أصولي معروف، قال: وهذا أي كلام ابن عباس رحمه الله، وهذا على التحقيق تقييد لمطلق، إذا كان قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية مطلقة، ومعناه مقيد بالمشيئة في قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني النسخ هذا ليس نسخ على الحقيقة، وإنما هو الآية التي في الشورى آية يعني مطلقة قيدتها آية الإسراء. أيها الأحبة في الله، إذن ينبغي علينا أن ننتبه، ينبغي علينا أن ننتبه عندما نقرأ للعلماء المتقدمين في كلامهم عن النسخ، العلماء السلف في القرون الثلاثة الأولى أو على الأقل في القرن الأول في ما يتعلق بالنسخ. موضوع النسخ موضوع متقدم جدا ومعروف عند الصحابة وعند التابعين وأتباعهم، وبدأ التأليف فيه مبكرا كما سأذكر لكم. إذن اتفقنا على أن المراد بالنسخ هو في اصطلاح المتأخرين
يبقى أنت عندك في حكم شرعي وفي دليل متقدم في حكم إما بالإباحة أو المنع، وفي دليل متأخر يرفع هذا الحكم. يبقى إذن أنت عندك دليل متقدم وعندك دليل متأخر، فالمتأخر نسخ المتقدم، أزاله بالكلية، وليس النسخ من باب يعني تقييد المطلق أو تخصيص العام أو بيان المجمل أو الرفع بالاستثناء. فنقول أيها الأحبة في الله، هذا هو النسخ المقصود، وهذا هو النسخ الذي أريد أن أبينه في علم الناسخ والمنسوخ مما يتعلق بالقرآن الكريم. ما أهمية علم الناسخ والمنسوخ وما الحكمة منه؟ لا ريب أن هذا العلم علم عظيم جدا، ولا ينبغي لأحد يتصدى للتفسير إلا أن يكون على علم ودراية به، وكذلك الفقهاء وكذلك الأصوليون وكل من يقول قال الله وقال الرسول ويفتي الناس ينبغي أن يعلم الناسخ من المنسوخ. ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص في المسجد فقال له أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. إذن الأمر يحتاج إلى اهتمام. ولا شك، لا شك أيها الأحبة أن الأهمية يعني تعظم وتكون أجدر بمن يتعرضون للتفسير من المفسرين والفقهاء والأصوليين. عندما نأتي إلى استخلاص الحكم من النسخ، من النسخ، لماذا يعني أوجد الله عز وجل هذا؟ قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لماذا جعل الله عز وجل ناسخا ومنسوخا؟ الحكمة الأولى مراعاة مصالح العباد، وذلك بتشريع حكم في حين وتشريع غيره في حين آخر بما يوافقها، أي بما يوافق هذه المصالح. والله عز وجل هو الذي يقدر ما شاء ويشرع ما شاء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصالح عباده. يعني في البداية، بداية تشريع الجهاد، كان الله عز وجل قد جعل الرجل من المؤمنين له أن يواجه 10، لا يفر. إن كان مجاهد أمامه 10 لا يفر، لا يخاف. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم وخففه بأن جعل الرجل من المؤمنين يقابل رجلين من الكفار. يبقى لو كان أكثر من رجلين له أن يفر، أما إذا واجه رجلين فلا يفر. يبقى الله عز وجل أعلم بمصالح العباد فيشرع ما شاء سبحانه وتعالى. كذلك ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. يعني إذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى بيت المقدس، هذا موجود في السنة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بالقرآن الكريم وأمره أن يتوجه إلى البيت الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي شطر البيت الحرام أو المسجد الحرام أو الكعبة، والآية في سورة البقرة. فنسخت الآية السنة، وقد ارتد بعض الناس وشك بعضهم في صلاة من مات قبل يعني تغيير القبلة، وهذا يعني لا يخفى عليكم. إذن فيه ابتلاء من الله عز وجل للمكلف واختبار له بالامتثال وعدمه، هل ستنفذ أم لا. كذلك إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ يا أحبتي إن كان النسخ إلى أشق ففيه زيادة ثواب. يعني لو كان النسخ إلى شيء فيه مشقة
فهذا فيه زيادة ثواب للأمة، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وأغلب ما يعني تم نسخه ففيه السهولة وفيه التيسير، فيه سهولة وفيه تيسير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الحكم من الإيه؟ من علم الناسخ والمنسوخ. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ الشرط الأول حتى تقول إن هذه الآية منسوخة أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، أو أن يعني أن تقول هذه الآية منسوخة، أنا أتحدث عن النسخ في القرآن الكريم. يبقى النسخ كما قلنا في البداية وذكر الإمام الطبري وغيره لا يدخل فيه الأخبار، النسخ لا علاقة له بالأخبار والقص القرآني، ما يدخله النسخ، إنما يدخل النسخ في الأمر وفي النهي، في الحلال وفي الحرام. يبقى أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، شيء يتعلق بالإيه؟ بالشرع. أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا، القرآن والسنة. وأما أن يرفع بالإجماع أو القياس فهذا لا يقبل، يبقى لا نسخ إلا بدليل شرعي، قرآن أو سنة. أن يكون هذا الدليل اللي هو الناسخ متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به، يبقى أن يكون هذا الدليل متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به، غير متصل به. كذلك أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ما يمكن أن يجمع بينهما، يعني افعل أو لا تفعل. يعني هذا المثال الظاهر الواضح في القرآن الكريم، الله عز وجل قال في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان يعني حكم الزنا إذا ثبت في بداية الإسلام وأول ما أنزل الله عز وجل يعني الحد للزنا، هذه أول آية تبين حد الزنا، قبل ذلك نزلت آيات كثيرة جدا تجرم الزنا وتشنعه، ولكن لم يكن هناك حدا إلا في العهد المدني. هذه أول آية، آية سورة النساء، وسورة النساء متقدمة في النزول في العهد المدني. إذن يفهم منها أن المرأة التي تقع في هذه الجريمة العظيمة تحبس وتؤذى، وأن الرجل يؤذى ولا يحبس لأنه يسعى على أسرته، فحبسه ليس فيه مصلحة بخلاف المرأة، إلى أن يجعل الله عز وجل لهما سبيلا أو لها سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه والحديث متفق عليه: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب عليها الرجم، والبكر بالبكر إيه؟ جلد مئة وتغريب عام، أو كما ورد في الروايات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل من أن الرجل الثيب أو المرأة الثيب حدهما السبيل لهما الرجم، والبكر البكرين حدهما الجلد. هذه أو هاتان الآيتان في سورة النساء منسوخة بقول الله عز وجل في سورة النور، وسورة النور متأخرة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالآية، وأن الزانية والزاني البكرين، البكرين، وأما الثيب والثيبة فإن حدهما الرجم، وهذا ثابت بالإيه؟ بالسنة. وهناك آية قد نزلت في القرآن الكريم لكن الله عز وجل رفع تلاوتها وبقي حكمها، فهذا دليل ظاهر
واضح على النسخ. يبقى أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا قرآن أو سنة، ولا نسخ بالإجماع ولا بالقياس، ما في نسخ إلا بالقرآن بقرآن أو بالسنة. أن يكون هذا الدليل متراخيا يعني متأخرا عن دليل الحكم الأول غير متصل به، أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع فهذا ليس بنسخ، فهذا ليس بنسخ. عندما نأتي إلى ما الذي يقع به النسخ، يعني ما الذي يقع به النسخ، أورد الأصوليون أيها الأحبة هذه الصور للنسخ. الصورة الأبرز والأشهر نسخ القرآن بالقرآن، ويعني هذا طبعا يعني نسخ القرآن بالقرآن معروف، وقد ذكرت لكم قبل قليل هذا المثال، وهذا مثال آخر في قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد بكم؟ 10. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسخها قول الله عز وجل بعدها، وقد تأخر نزولها، يعني هي بعدها في الترتيب لكن النزول متأخر في تراخي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فقوله الآن خفف الله عنكم يفهم منها نسخ الحكم الأول والتخفيف بالحكم الثاني، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الرجل يغلب رجلين، المؤمن يغلب كافرين. أقول ثم عندنا نسخ السنة بالقرآن، يعني في نسخ السنة بالقرآن كنسخ تحريم مباشرة المرأة في ليالي رمضان بالقرآن بقول الله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد أو من الذرية. كذلك أيها الحبة في الله، هذا الحديث نسخ الرضعات العشرة التي تحرم ما يحرم بالنسب. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بـ5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني يقولون إن 10 رضعات هذه آية ثم نسخت بالإيه؟ بالسنة، عفوا، ثم حدث هذا الإيه؟ هذا النسخ. وهناك يعني صور أخرى لنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن هذه لها يعني صور، يعني من العلماء مثلا من أورد يعني هذه الصورة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين نسخ الله عز وجل ومنعه بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه صورة لنسخ السنة بالقرآن ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسخه الله عز وجل ونهاه عن ذلك. عندنا نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن أيها الأحبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مما اختلف فيه العلماء، فقالوا يعني لا بأس أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، المتواترة اللي هو الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كبير لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، جمع كبير، فيكون هناك روايات كثيرة سواء باللفظ أو بالمعنى كلها تتواتر على شيء واحد، على شيء واحد. واختلفوا في نسخ القرآن بأحاديث الأحد. أقول من ذلك، من هذه الأمثلة أيها الأحبة لنسخ القرآن بالسنة، وإن كان يعني هذا فيه يعني خلاف، يعني هناك
خلاف في هذه المسألة، واختلف العلماء فيها اختلافا يعني كبيرا. كيف يعني، هل السنة يمكن أن تنسخ القرآن الكريم؟ فالجواب أنه قد حدث هذا يعني فعلا، ومن ذلك الحديث الذي أوردته في حديث النسخ حكم الآية التي فيها 10 أضعاف، هذه نسخت بالسنة ثم رفعت تلاوتها وبقي 5 رضعات. وأما نسخ السنة بالقرآن فهذا كثير. يبقى نسخ القرآن بالسنة كما في حديث أم عائشة رضي الله عنها اللي هو نسخ 10 أضعاف يحرمنا، نسخنا إلى 5 بالسنة ثم الآية بالكامل نسخت تلاوتها ورفعت وبقي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والآية آية 10 أضعاف يحرمنا والصحابة يتلونها الذين لم يصل إليهم الحكم. يبقى أنت عندك نسخ القرآن بالقرآن كثير، نسخ السنة بالقرآن كنسخ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بالقرآن الكريم، وهذا ظاهر في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الآية في سورة البقرة. وكذلك نسخ تحريم وطئ النساء في ليالي رمضان بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام إلى قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى نسخ القرآن بالسنة قليل كما ذكرت لكم حديث أم عائشة. نسخ السنة بالسنة هذا يعني له صور كثيرة جدا وله أمثلة كثيرة، وهذا يدرس في الأصول. وأما الآن نحن نريد التركيز على نسخ القرآن فقط، نسخ القرآن فقط، لا ندرس علوم القرآن. لكن إن أردتم أن أذكر لكم مثالا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن كذا ألا فافعلوا كذا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكذلك نسخ جواز نكاح المتعة فحرم إلى يوم القيامة، فآخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، وهذا هو المتفق عليه، وهذا الذي بوب فيه يعني الإمام البخاري ومسلم وغيره، وأن نكاح جواز نكاح المتعة منسوخ. يبقى نسخ سنة بالسنة. أيها الأحبة في الله، لما نصل إلى أنواع النسخ في القرآن الكريم عندنا في 3 صور. الصورة الأولى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يبقى الحكم منسوخ مع بقاء مع بقاء التلاوة. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية نسخت وهي موجودة في سورة البقرة، نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية برغم أن هذه الآية في الترتيب قبلها ترتيب المصحف وليس ترتيب النزول، ترتيب المصحف وليس ترتيب النزول. ولذلك لما سئل عثمان رضي الله عنه لماذا تركوا هذه أو جاءت هذه قبل هذه وهذه نسخت هذه، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، دلالة على أن ترتيب الآيات بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته من ذلك الآيتان في سورة النساء، أول ما نزل في حد الزنا في قول الله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، هذه الآية والتي قبلها. فإذا هاتان الآيتان بقيت تلاوتهما والحكم نسخ، هذا يعني شيء أراده الله سبحانه وتعالى. عندنا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني في نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. يبقى الصورة الأولى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة،
كما مثلت لكم بآية سورة البقرة وآيتان أو آيتين في سورة النساء. في بقى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. ومن ذلك الآية التي فيها حكم الرجم، هذه كانت آية من القرآن الكريم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وحديث الرجم بالمناسبة حديث متواتر، حديث متواتر. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزله الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، يعني حفظناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة للشهود الأربعة، أو كان الحبل، يعني حدث الحمل، أو لاعتراف اعتراف أحد الزانيين على نفسه وشهد أربع مرات على نفسه. زاد ابن ماجه في روايته وقد قرأتها، يعني عمر يقول هذا الكلام، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، هذه آية أخرى نسخت تلاوتها وبقي حكمها، قال ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ترغبوا عن آبائكم نهي عن العقوق وعن جحود الوالدين، فإنه كفر بكم، كفر النعمة وكفر الجحود وليس كفر بالله. يبقى كفر الايه؟ كفر الجحود، أن تجحد فضل أبيك وأمك عليك وتنكر فضلهما وتقوم بالعقوق عياذا بالله عز وجل. هذا نسخ، لكن الحكم هذا باقي ولا غير باقي؟ باقي. البر والصلة وعدم الجحود هذا باقي. أيضا عندنا نسخ التلاوة والحكم معا، كما في ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام مسلم، قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. هذه الآية نسخت بالسنة، يبقى إذا نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. هذه الصورة، وهذه الصورة نسخ التلاوة والحكم معا، يعني رفعت الآية تلاوة وحكما. ما الذي بقي؟ قال ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن لقرب عهد النسخ بعهد وفاته صلى الله عليه وسلم، فما بلغ عدد ممن يقرؤونها أنها نسخت فلما علموا تركوها تركوها. إذن أيها الأحبة هذه صور وهذه أمثلة. قضية الناسخ والمنسوخ والقول بالنسخ هذا أمر يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى دليل. ولذلك قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع، يعني يبقى في نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الآن خفف الله عنكم علمنا النسخ، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، أو بدليل قاطع يفهم منه القطع. لأننا يعني إن قلنا بالنسخ لشيء حرام فحللناه فهذا أمر خطير، والعكس شيء حلال فحرمناه فهذا شيء خطير. ما هي طرق معرفة الناسخ والمنسوخ؟ عندنا 3 طرق. أن يأتي في أحد النصين ما يدل على النسخ، كما في الآن خفف الله عنكم، وهناك يعني أمور كثيرة ظاهرة يظهر أن في نسخ، وقد ذكرت لكم أمثلة كثيرة، والآن يعني لا حاجة للإعادة حتى لا أطيل
الشرح، أن يعرف المتقدم من المتأخر في التاريخ. يعني معلوم إن آية سورة البقرة التي نسخت الاتجاه إلى بيت المقدس وجعلت القبلة إلى البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرا. خلاص لا نتجه إلى بيت المقدس بل قبلتنا الكعبة. هذا متأخر. والآية الرجم وآية حد الزانيين البكرين هذه في سورة النور، وسورة النور نزولها متأخر عن سورة النساء. أيضا إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ، هذا الإجماع على هذا، فخلاص يبقى في المسألة فيها إيه؟ فيها إجماع. لا يعتمد في النسخ على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهرا أو تأخر إسلام أحد الراويين، وإنما الأمر يحتاج إلى يقين. ولذلك بعض المفسرين يكثر من القول بالنسخ، يعني عنده يعني إذا وجد تعارضا ويمكن الجمع فهو يقول هذه منسوخة، هذه نسخت، هذه نسخت إيه هذه. ما أبرز المصنفات في علم الناسخ والمنسوخ؟ عندنا كتب قديمة، ولنعلم أن التأليف في علم الناسخ والمنسوخ متقدم جدا، يعني من أوائل العلوم التي دون فيها وكتب فيها الناسخ والمنسوخ لأهميته. من ذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي. وقتادة متوفى سنة كم يا إخوة؟ قتادة متوفى يعني وفاته متقدمة جدا، متوفى 117 هجرية. والناسخ والمنسوخ للزهري، الزهري متوفى سنة كم؟ 124. إذن التأليف في هذا العلم متقدم. وعندنا الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، هذا لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 224. إذن هذه ثلاثة كتب متقدمة. عندنا كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء فيه لأبي جعفر النحاس، الكتاب ده مهم. توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 338. وعندنا الإيضاح لنسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة الأصول واختلاف الناس فيه، هذا لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، وهذا أيضا من الكتب الإيه؟ من الكتب المتقدمة. مكي له جهود طيبة. مكي توفي 437. عندنا النسخ والمنسوخ للقاضي ابن العربي رحمه الله، ابن العربي توفي 543، وأخذنا له اللقاء السابق كتاب أحكام القرآن لابن العربي في تفسير آيات الأحكام، وهو فقيه مالكي معروف من الفقهاء الكبار، وكتابه كتاب مبارك وكتاب يعني نافع لا يستغنى عنه. عندنا كذلك نواسخ القرآن لابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 597. عند المعاصرين عندنا كتابان مهمان. عندنا النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية للأستاذ الدكتور مصطفى زيد، هذا الكتاب نحتاج إليه. وكتاب الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، هذا للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي. أيها الأحبة في الله، أرجو أن أكون قد وضحت لكم هذا العلم المبارك، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الفهم عن الله عز وجل والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله أن نقول على الله ما لا نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفكر عال وبيان.